مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مساء دي ام سي. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مهم لمتابعه عمليه اجلاء المواطنين المصريين من السودان. خلال الاجتماع طلع الرئيس على مستجدات عمليه الاجلاء وتسهيل عوده المصريين لارض الوطن دون اي عوائق. استعرض ايضا الجهود المكثفه التي تقوم بها اجهزه الدوله لتنظيم عمليه التوافد الى مصر من السودان عبر المعابر الحدوديه ما بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم. الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثة وطبية وغذائية في المعابر البرية ما بين مصر والسودان في ضوء دور اللي بتقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها. ده بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التواصل والتوصل إلى حل سلمي للأزمة بيعيد الأمن والاستقرار للسودان. اليوم أيضا دعا وزير الخارجية سامح شكري خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب لضرورة العودة إلى الحوار السياسي في السودان والوقوف بجانب السودانيين إلى جانب أنه يكون في توقف فوري وشامل لإطلاق النار بين الجانبين. وزير الخارجية شدد على حرص مصر على إجراء الاتصالات مع الجهات السودانية والإقليمية والدولية لمساعدة السودان على الخروج من محنته الحالية وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار. أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن عن تشكيل لجنة متابعة واتصال من مصر والسعودية للتواصل مع أطراف النزاع السوداني. خلونا نروح نشوف آخر التطورات الخاصة بالعائدين من السودان مع زميلنا مصطفى سعد المتواجد دلوقتي عند معبر قسطل. مصطفى مساء الخير وأهلا بيك. مساء الخير إيمان، نحن الآن متواجدون أمام المعدية الخاصة بمعبر قسطل. هذين المعبرين قسطل وأرقين هم السبيلين الوحيدين لدخول العابرين والوافدين من جمهورية السودان. المعبرين وصول كل العابرين ما يقرب من 20,000 عابر ووافد إلى جمهورية مصر العربية من هذين المعبرين، و4,000 من المصريين وصولهم حتى هذه اللحظة حسب البيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية، وأيضا الكثير والكثير من التعاون الكبير الذي يأتي من السلطة المصرية والحكومة المصرية التي تقدم يد العون والمساعدات الكبيرة من التسهيلات والدخول وأيضا الأوراق الرسمية وغير الرسمية والمساعدات النفسية والمساعدات الاجتماعية، وأيضا من خلال وزارة الصحة التي تقدم عربات الإسعاف والإغاثة المختلفة وأيضا الكثير من الخدمات يا مصطفى. من الحالات اللي بتصل الى المعبر بتكون محتاجه الى التعامل الصحي او توفير بعض الادوات الصحيه او الطبيه، وده متواجد بالفعل، الخدمات دي موجوده عند المعبر. الخدمات موجودة ومقدمة من وزارة الصحة ومن جانب الجانب المصري، لكن لا يوجد بالشكل الكبير الحالات التي تأتي من العابرين أو الوافدين على الشكل المرضي الكبير أو العرضي الكبير، لكن هناك خدمات طبية تقدمها مصر من غير أي سؤال أو أي تقديم أسئلة أو أي أشياء عابرة تقدم للعابرين والوافدين من السودانيين وغير السودانيين. الهلال الأحمر يقدم أيضا الخدمات الطبية المتميزة والمميزة من خلال العيادات المتنقلة التي تنتقل من معبر قسطل إلى معبر أرقين وتقدم هذه الخدمات على أكمل وجه. هناك جانب اجتماعي آخر يقدمه الأهالي هنا من خلال تقديم المبادرات الاجتماعية والمبادرات النفسية والمبادرات الصحية من خلال فتح المنازل لكل العابرين من الجنسيات المختلفة وللمصريين والانتقال إلى المقاصد من خلال المحافظات المختلفة الذين يريدون أن ينتقلوا إليها
في هذا التوافد. هناك أيضا من المبادرات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية التي يقدمها الأهالي هو الدعم النفسي الكبير الذي تقدمه أيضا الحكومة المصرية من خلال التواصل الأسري، التواصل الأسري ما بين هذين العابرين والوافدين وما بين الأهالي هناك في السودان والجنسيات المختلفة من جميع أنحاء العالم. هناك أيضا الكثير والكثير من المبادرات الأخرى التي تقدمها أيضا الحكومة المصرية في عمليات التسهيل والانتقال السريع والتسهيل في انتقال الحافلات وتقديم الحافلات والنقل والمواصلات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات في الانتقال يا مصطفى إلى وضحت كل الصورة. الأماكن عبر جمهورية مصر العربية. شكرا مصطفى سعد، شكرا جزيلا على توضيح الصورة، كمان يمكن ارتباطا بالأحداث الجارية في السودان ومع عودة المصريين من هناك. كان في قرار مهم فيما يخص الطلاب المصريين العائدين من السودان بصدور قرار مشترك من مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية بقبول كل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية عشان يقدروا يستكملوا دراساتهم في الجامعات المصرية الخاصة أو الأهلية. هي نعرف التفاصيل والشروط من دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. يا دكتور أهلا بحضرتك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك. زمان مساء النور يا دكتور. هل في اي شروط يا دكتور ولا اي حد من العائدين بيتم قبوله يعني بشكل طبيعي؟ هو حضرتك مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي اصدر قراره بالموافقه على تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانيه والروسيه وايضا الاوكرانيه لاستكمال دراساتهم الجامعيه في مصر. النهارده حضرتك الاجتماع الطارئ بمجلس الجامعات الخاص ومجلس الجامعات العليا كان يضع البنود التنفيذيه التفصيليه الخاصه بالقواعد اللي هي بتضبط عمليه تحويل الطلاب. باختصار شديد ان شاء الله يوم السبت القادم 13 مايو هيكون في رابط الكتروني المجلس الاعلى للجامعات يقدر الطالب كاول خطوه لعمليه التحليل يدخل على هذا الرابط الالكتروني ويسجل البيانات التي ستعلن ان شاء الله في بيان صحفي خلال الايام القادمه. الهدف من ذلك الطالب يتعرف على معلومه مهمه جدا بناء عليها ياخد شهاده من مجلس الاعلى للجامعات. هذه الافاده بتقول ان الجامعه اللي بينتمي لها الطالب جامعه معتمده في المجلس او غير معتمده. اذا الطالب قدامه بديلين، جامعه معتمده مباشره هيتوجه لاقرب جامعه خاصه او اهليه لمنزله في المنطقه الجغرافيه اللي هو عايش فيها، واذا كان الطالب معاه اوراق هيقدمها، اذا ما كانش معاه اوراق هيقدم القيد الاثبات ان هو الطالب في هذه الجامعه وفي هذه الكليه او كارنيه الدراسه، والطالب حتى يحصل على كامل اوراقه اللي هيقدمها للجامعه بيكتب تعهد ان هو على مستوى الفرقه الدراسيه والمقررات الدراسيه اللي هو اجتازها خلال سنوات الدراسه بتاعته. هل احنا عندنا حصر تقريبا لعدد الطلبه اللي رجعوا الفتره اللي فاتت؟ احنا بنتكلم على بالنسبه للطلاب اللي راجعين من الجامعات السودانيه، طبعا عندنا تسجيل لطلاب الاشراف العلمي. طلاب الاشراف العلمي مقصود بيهم الطالب اللي بيسجل عندنا عشان ياخد تصريح للسفر بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وده يقدر عددهم ب 3000 طالب. هذا بالإضافة إلى 2000 طالب آخرين، يعني إحنا بنتكلم الإجمالي العام في حدود 5000 طالب. دول لهم الحق في إن هو وفقا للشروط والضوابط التنفيذية اللي وضعها المجلس الأعلى. خلينا أوضح لحضرتك جزء آخر من الشروط. إذا هذا الطالب وفقا للبيان اللي بيطلعه المجلس الأعلى للجامعات كان بينتمي او بيدرس في جامعه غير معترف بيها من المجلس او غير معتمده، في الحاله دي الطالب هيعمل امتحان تحديد مستوى وفقا للتخصص العلمي. عندنا بعض التخصصات زي الطب البشري والصيدله هيتم امتحانهم في جامعه القاهره، وايضا الهندسه وطب الاسنان هيتم امتحانهم في جامعه عين شمس بنفس الاليه اللي تمت مع الطلاب اللي رجعوا من اوكرانيا في تجربتنا الماضيه. وبناء على ذلك هيتم استيعاب كل طالب له فرصه في التحويل وفقا للضوابط التنفيذيه اللي اعلناها النهارده بشكل تفصيلي عقب اجتماع المشترك للمجلسين. بشكرك دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي.
كمان النهارده وزراء الخارجيه العرب قرروا في اجتماعهم الاستثنائي برئاسه وزير الخارجيه سامح شكري عوده سوريا الى المشاركه في انشطه الجامعه العربيه اعتبارا من اليوم 7 مايو. جامعه الدول العربيه كانت علقت عضويه سوريا في 2011 يعني من 12 سنه، وده طبعا مع اندلاع الصراع والحرب اللي حصلت في سوريا، لكن في الفترة الأخيرة كان في مطالبات بضرورة عودة سوريا إلى مقعدها داخل الجامعة، وكانت مصر واحدة من أبرز هذه الأصوات اللي بتطالب بده، بالإضافة كمان إلى أنه كان في عقد عدد من الاجتماعات ما بين وزراء خارجية بعض الدول العربية بخصوص وضع سوريا داخل الجامعة. وزير الخارجية قال في كلمته النهاردة أنه معاناة السوريين استمرت عاما تلو الآخر بل وتفاقمت، وده نتيجة لتعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وتعدد التدخلات الخارجية فيها وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، وده نتج عنه حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه. ده كان جزء من كلمة وزير الخارجية النهاردة فيما يخص الملف السوري وعودة سوريا من جديد إلى جامعة الدول العربية. معنا على التليفون المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية. سعادة المستشار أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير أستاذة إيمان. مساء النور يا فندم. عايزين نعرف بس تفاصيل أكتر عن عودة سوريا قريبا من جديد إلى الجامعة. يعني هو كما تحدثت حضرتك وكما تحدث معالي الامين العام ظهرا مع معالي الوزير سامح شكري، هو صدر قرار بالاجماع ولم تكن هناك اي تحفظات او اعتراض من اي دوله. يعني القرار طبعا فيه اكثر من يعني فيه موضوعات مختلفه تتعلق بتطورات الازمه السوريه، ولكن الجزء الذي يهم الراي العام والجزء المهم في القرار هو الترحيب بعودة سوريا وإنهاء تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، وبالتالي اعتبارا من صدور هذا القرار تستعيد سوريا مقعدها الذي كان قد جمد منذ 2011 كما تفضلت حضرتك. يعني بعد 12 سنة تعود من جديد سوريا إلى جامعة الدول العربية، إزاي ده هيحرك الكثير في الملف السوري، وخاصة إحنا النهاردة سمعنا خلال الكلمة إنه الأزمة السورية والأوضاع في سوريا يمكن تراجعت في الترتيبات الأولوية الخاصة حتى بالمجتمع الدولي في الفترة اللي فاتت. صحيح، وده للأسف. يعني طبعا الأزمة السورية هي أزمة كبيرة للغاية، جرح نازف في جسد الوطن العربي منذ أكثر من 12 سنة زي ما تفضلتي، وهي يعني شيء كبير جدا لأن احنا بنتكلم عن مئات الآلاف من الضحايا، ملايين من النازحين واللاجئين. تداعيات الأزمة وآثارها تجاوزت حدود الوطن السوري إلى محيطه وإلى خارجه وإلى خارج المنطقة نفسها، فنحن بنتكلم عن شيء كبير للغاية. لا أحد يتوقع أن تعالج هذه الأزمة يعني بين عشية وضحاها، والقرار الذي صدر اليوم يتبنى نهجا تدريجيا في التعامل مع هذه الأزمة. عودة سوريا إلى الجامعة هو نقطة انطلاق البداية لعملية سياسية، هي بداية وليست نهاية الطريق. هي يعني الهدف ليس مجرد استعادة سوريا لعضويتها، ولكن الهدف هو معالجة الأزمة السورية جذورها وأسبابها وأيضا تبعاتها وأثرها. الأزمة لها أثار يعني خطيرة تعاني منها دول الجوار، النازحين أزمة خطيرة تعاني منها لبنان الأردن ودول أخرى، في أزمات أخرى أو مشكلات أخرى وتهديدات وشواغل على دول الجوار زي مثلا تهريب المخدرات، الإرهاب وانتشاره. كل هذه الامور يعني اليوم احنا بدانا عمليه تكون فيها سوريا طرف، يعني نحن الدول العربيه تنخرط مع سوريا لمعالجه هذه المشكلات الخطيره الامنيه وخلافه، وايضا الهدف الاول معالجه اسباب الازمه التي ادت الى يعني استمرارها طوال هذه الفتره، معالجه جذورها،
أن الهدف أن تعود سوريا دولة طبيعية ذات سيادة واستقلال على كامل ترابها الوطني، وأن يعني تلبى طموحات وتطلعات الشعب السوري اللي هو في واقع الأمر الذي دفع الثمن الأكبر لاستمرار يعني هذه الأزمة عبر يعني 12 عاما كاملة. صحيح. بشكرك المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية. دايما بتكون أخبار المشاهير وحياتهم مادة إعلامية جذابة جدا بيسعى إليها الصحفيين، بيسعى إليها الإعلام بشكل عام. بيسعى إليها ليه؟ لأن هي الجمهور بيحب يتابع هذه النوعية من الأخبار، الصور، سواء كان الحدث حدث سعيد أو حدث غير سعيد. في بعض الأحيان فكرة السبق الصحفي أو السبق الإعلامي، لأن دي يعني منظومة كاملة الحقيقة، بيتم ارتكاب مجموعة من الأخطاء علشان الواحد ياخد صورة أو ياخد سبق في معلومة في تفصيلة صغيرة، ممكن يحصل أخطاء كتيرة. كتير مننا الفترة اللي فاتت الأيام اللي فاتت اتكلمنا تاني على فكرة اللي بيحصل في الجنازات الخاصة بالفنانين. هو مشهور، عايش طول حياته تحت الأضواء، ناس بتحبه، بتسعى ورا أخباره ورا صوره ورا اللي بيحصل في حياته. بتيجي بقى فكرة الجنازات، فبتلاقي بعض الصحافة أو بعض الإعلام بيكون عايز يقدم للناس كل التفاصيل اللي بتحصل، والمشكلة إنه هذه اللحظات بتكون لحظات صعبة ولحظات قاسية جدا على العيلة، لأنه في الآخر هذا النجم أو هذا الشخص المشهور هو شخص يعني مات، ليه أهل بقى، ليه أولاد، ليه زوجة، ليه أب، ليه أم، هما مش بيبقوا في الموقف ده شايفينه ان هو النجم المشهور اللي الناس كلها عايز تشوف اخباره حتى وهو يعني خلاص في عزاه. لا، بيكونوا عايزين يعني يعيشوا بقى اللحظات الانسانيه دي في هدوء، بعيدا عن الدوشه، بعيدا عن الكاميرات، بعيدا عن السقف، بعيدا عن وجود ناس، بعض ناس يعني هي مش فارق معاها الشخص قوي، مش فارق معاها حاله الحزن اللي العيله عايشه فيها، هي فارق معاها الصوره، لدرجة ان هو ممكن يبقى في وسط العزاء والناس بتعيط ومنهارة، ممكن يبقى بيضحك مثلا، هو بيلتقط الصورة دي لان هو مش موجود في الحالة، هو عنده ميشن او مهمة تانية رايح يعملها. لقينا كلام كتير جدا على القصة دي، فكرة ان يكون في تنظيم. من حق الاعلام ان هو يروح ويصور ويحضر، لان دي لحظات بنوثقها، وده بيبقى نابع من حب للشخص ده، فبيكون تكريم انه بنسجل ده، لكن لازم يكون في قانون بينظم العملية دي، أو طريقة عرف متعارف عليه مثلا فيما بين الصحافة أو ما بين الإعلام وما بين هذه النوعية من الأحداث، بحيث أنه الموضوع يعني بنشوف بعض مثلا الأسر أو أصدقاء الفنانين في بعض الجنازات بيتهجموا على صحفيين. تصرف طبعا ما بيكونش صح، لكن في الآخر في ناس بتفقد أعصابها لأن هو حزين أو متضايق أو يعني عنده حزن شديد جدا على الصديق اللي توفى ده، أو الأخ، أو أيا كان، يعني صلة القرابة والمعرفة ما بين صاحب العزاء، وبيلاقي إن الناس مش فارق معاها كل ده، عايز صورة، عايز يحصل على الصورة، وخاصة لما بيكون في جنازات كبيرة بيبقى في عدد كبير من الفنانين حاضرين، فشاهد الفنانة الفلانية بتبكي، شاهد الفنان الفلاني بيغمى عليه، شاهد هذه نوعية من العناوين. هل ده مهم للصحافة حتى لو جه شوية على حساب مشاعر الناس وأصدقائهم، ولا لا، لو في تنظيم في هذه العملية تطلع كل الأطراف كسبانة؟ القصة دي يمكن ظهرت بشكل كبير قوي في الأسبوع اللي فات في جنازة الراحل مصطفى درويش. كان في عدد من المشاهد، مش عايزة أتكلم على مشهد بعينه، لكن كان في عدد من المشاهد اللي استفزت الناس، سواء من يعني تواجد البعض بشكل مكثف جدا لدرجة إنه في ناس قالت ما كانوش عارفين يمشوا أصلا بالنعش من كتر ما كان في زحام بشكل كبير جدا، الناس كانت بتدوس على بعض، يعني حد كان كاتب إنه كان واقف ياخد العزاء مش عارف ياخد العزاء علشان ناس بتخبطه، يعني الناس عايزاه يوسع، يعني ما ياخدش العزاء بس هم عايزين ياخدوا صورة الفنان اللي داخل. طيب ازاي نقدر ننظم المشهد ده عشان ده ما يتكررش تاني؟ خلينا الاول ارحب بالفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اللي معانا على الهواء مباشرة. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي كمان. طبعا بنعزي مصر كلها على مصطفى درويش وعلى كل الناس اللي توفوا الفتره اللي فاتت، يعني طبعا ربنا يرحمهم يا رب جميعا.
عايزه ارحب كمان بالكاتبه الصحفيه دينا عبد العليم اللي معانا على زوم. دينا اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه ايمان، واهلا باستاذه نهال، اهلا بيكم. يعني اتمنى انه طبعا تكونوا أهلا سامعين بيكي بعض حبيبتي. علشان يعني هنسمع الاول من الاستاذه نهال. سامعاها انا، سامعاها كويس. هايل. انا سامعاها تمام. انا عايزه اسمع بصي. من حضرتك وتقولي لنا ايه المشاهد اللي ممكن تبقى مقبوله وايه المشاهد اللي مش مقبوله واللي لازم يتم العمل عليها من قبل النقابه علشان تتغير في الفتره المقبله. استاذه نهال اتفضلي. احنا عملنا اوريدي، جبنا شركه منظمه، اتفضلي. جبنا شركه منظمه ممتازه جدا، بتنظم، بترضي الصحفيين في وقفه كويسه ومحترمه ليهم، ويتعاملوا بمنتهى الاحترام للصحافه، لها احترامها طبعا. وفي نفس الوقت بنحترم مشاعر الاهل اللي فقدوا حد فجاه، اللي اعصابهم تعبانه، الاصدقاء اللي فقدوا يعني حد غالي عليهم، فمبقاش عندهم الطاقه الوقت ده للتجاوب مع الصحافه. انا بقول ده تكريم للفنان، دايما اقول الفنان لما الصحافه بتغطي ده تكريم ليه، دي مش حاجه وحشه، حاجه كويسه. بس في لحظات ما ينفعش فيها نخش بالصحافه فيها، والكاميرات، مش الصحافه، كاميرات. لحظه اللي هي ايه بقى، لحظه مثلا دخول المدفن، لحظه مثلا شيله من الصندوق او شيلها من الصندوق وهنحطها في حرمانيات كده، ما ينفعش. دي بقى دين كمان، مش بس يعني مشاعر. فده يعني بيحصل، بلاقي كاميرا دخلت، بلاقي اهل المتوفي او متوفية صاروا صورة عارمة، وده حقهم، لان طبعا بتبقى مشاهد مش لطيفة ابدا، ان نحط يعني بجسم، الجسم يبان بالقماش، فاهماني؟ طبعا مش كل الصحفيين بيعملوا كده، في صحفيين بيحترموا جدا، وده اغلبهم المواقع اللي بتعمل كده، المواقع مش الصحفيين المعروفين في الحاجات، الاماكن المعروفة. لكن اللي عايز اقوله ده اللي بيستفز. لكن احنا ما جبنا الشركه المنظمه، ما طبعا هو للاسف ما جينا للاستاذ مصطفى درويش نقول لهم على الشركه، قالوا لا احنا اتفقنا على كل حاجه خلاص اهله، فاحنا ما رضيناش نضايقهم. بس الشركه دي لما بتيجي بتنظم كل حاجه في الدنيا، وده كنقابه اتفقنا وعملنا عقد معاهم، بعقد جميع الفنانين من اصغر فنان لاكبر فنان ينظم جنازته من اول ما نقول اتوفى لحد ما يوصل لمكانه المفروض توصل له يعني. نعم. استاذه دينا اتفضلي. فده اللي احنا عملناه كنقابه. نعم. طيب انا طبعا يعني اولا طبعا بنعزي انفسنا، بنعزي كل المصريين على رحيل الفنان مصطفى درويش، وبنعزي طبعا استاذه نهال وكل الفنانين، واحنا غالبا كده مش مختلفين خالص، احنا يعني بنتكلم. وحضرتك استاذه ايمان وضحتي انه جزء، مش جزء، هو مهمه الصحفي ومهمه الصحف والمواقع الاخباريه، مهمتها انها تعلن عن الخبر وتعلن الشعب بهذا الخبر، وتقول انه في خبر حصل كذا، وتتتبع هذا الخبر وتتتبع مساراته وتتتبع تطوراته. وبالتالي فده جزء من شغلنا، مش هنقدر ابدا نقول ان احنا ما ينفعش نغطي جنازات او غير جنازات، ده جزء لازم يحصل. الحاجه الثانيه انه الحقيقه انه حتى احنا لما يعني لما بيكون في تقصير من الصحف انها ما بتغطيش او كذا، الفنانين انفسهم هم بيبعتوا صور، بيبعتوا اخبار، بيبعتوا حتى فيديوهات انه حصل حدث فلاني، وبيبعتوا صور، وبيبعتوا صور لجنازات والكلام ده كله. النقطه اللي حصل اللي فيها التجاوز اللي كلنا يعني اتضايقنا منها، او وطبعا يعني حق اهل المتوفي ان هم يتضايقوا منها دي او غيرها، ده بيحصل يمكن يعني عشان برضو ما نبقاش متحاملين على موقف بعينه، انه ممكن وارد يحصل من اكتر من طرف، حتى لو مش صحفيين، حتى يعني انا ممكن اكون معرضه ان انا قاعده في جنازه فيحصل موقف فابتسم غصب عني، يعني ده بيحصل مني ومن كل الناس، ومن يعني اغلب الناس بيحصل معاهم ده. فهي طبعا هو بيبقى خروج عن السياق، وطبعا خروج عن. طب خليني اسالك يا استاذه دينا، لانه في بعض الاحيان يعني بعد القصه اللي حصلت وقت مصطفى الله يرحمه، اتقال مثلا لقينا كاتبين بعض الصحفيين الصغيرين، لا اصل انا لو رحت الجنازه وما رجعتش بصور كتير او ما رجعتش بصور حصريه بيتعنف مثلا، او بيتقال له انت ما عملتش شغلك صح. فهل بيكون في ضغط اصلا على الصحفي اللي بينزل على الارض علشان ياخد صوره، ان هو لازم يرجع بعدد صور معينه، فده اللي بيخليه خلاص بقى ممكن بقى يخبط الناس، ممكن ما يراعيش حرمه الحدث نفسه؟
والله إن حصل من مؤسسة إنها تعاقب صحفي إنه لم يراعي الظرف الاجتماعي اللي هو رايح يغطيه سواء جنازة أو غير جنازة، ده هيبقى خطأ مؤسسة مش خطأ صحفي. يعني أنا لما لو منزلة صحفي من اليوم السابع علشان يغطي فرح، مش هنقول جنازة، وأصحاب هذا الفرح قالوا له لا معلش إحنا مش عايزين تصوير صحافي، هو غصب عنه لازم يحترم هذا القرار ويمتثل. هم احنا بنتكلم في النهايه الفنانين هم يعني شخصيات عامه، وجزء كتير كبير جدا جدا من اخبارهم بتهم ناس كتيره جدا، ومن حق الناس تعرف الاخبار، وانا من حق كصحافه ان انا اغطي، بس انا في الاخر عمري ما اقدر اقف عند رغبه حد مش عايز يتصور سواء في فرح سواء في جنازه. فاذا في مؤسسه تعاملت بهذا الشكل فخليني اقول لك لا، ده تعامل مش صح، لانه اولا انا لازم اكون مدربه المحرر بتاعي ان هو عنده مهمه لازم ينجزها، ولكن هو نازل المهمه دي وانا عارفه وهو عارف ومتدرب انه الظرف هيتعرض الخاص. لمجموعه بالظبط المجموعة من الظروف، خلينا نقول رايح مهمة معينة، فهيبقى فيه حاجات معينة ممكن تعيق هذه المهمة سواء تصوير جنازة أو غير. فلو رجع ومش عامل لي التاسك اللي أنا اديتهوله وفقا لأعذار مقبولة، أنا ما ينفعش أعاقبه، لا لازم أتقبل أعذاره. يعني ممكن تمام. في الجنازة، وحصل قبل كده بالمناسبة في جنازات فنانين، إنه اتقال لا إحنا مش عايزين صحافة تصور، وما حصلتش مشكلة، الصحافة استجابت. في مواقع زي ما أستاذة نهال تفضلت وقالت، في مواقع طبعا فاهمة الموقف ده وبتقدر موقف الأهل وبتقدر موقف الأسرة وتعمل بشكل محترف، وفي مواقع ما بتقدرش، في ممكن يعني وطبعا يعني قلة، يعني ما أقصدش إنه حجم كبير، وفي صحفيين ما بيكونوش متدربين أو خبرتهم قليلة فما بيعرفوش يتصرفوا في المواقف اللي زي دي. في المواقف اللي زي دي. طيب استاذه نهال، حضرتك قلتي لي انه اتحلت القصه دي بانه في شركه بقت هي الوسيط ما بين الاسره من ناحيه الفنيه حضرتك. وما بين الصحافه، بحيث ان العمليه تتنظم وما يطلعش اي طرف عنده اي مشكله. هل ده بتعملوه كمان في حاجات تانية؟ يعني احنا بس حضرتك. كتير قوي بنسمع انه في مثلا مضايقات او بيبقى فيه غضب وحزن من بعض الفنانين اللي بتطلع عليهم اخبار غلط. شفنا فنانين كبار الحقيقه، في منهم اللي موجود وفي منهم الله يرحمهم اللي كان بيتكتب اخبار وفاتهم وهم لسه عايشين، وكان بيصابوا بحزن شديد، وده كان بيحصل من بعض المواقع او بعض الصحفيين، وبرده تاني بقول ده كله استثناءات مش ده العام. هل ده كمان تقدروا تنظموه باي شكل؟ ايوه، ودلوقتي احنا في طريقنا لعمايله، ان هيبقى في عندنا موقع موجود على النقابه معين، الموقع ده هيبقى فيه كل الاخبار على طول، يعني لو بعد الشر وفاه فنان هتلاقي الخبر عندنا على النقابه، بيخشوا يشوفوا صحه الخبر صح ولا غلط، يعني بدل ما يقعدوا يسالوا، لا هم هيدخلوا على السيستم ده. طبعا انا ما بفهمش قوي في الحاجات دي، يمكن بعض اعضاء المجلس عندنا هم اللي متخصصين بالحكايه دي اللي هيعملوها، لكن هم جايبين شركه معينه هي ماسكه دلوقتي بتعمل الموقع ده عندنا، ان احنا اي خبر ينزل عندنا، عشان يبقى حتى الصحفيين كلهم ياخدوا من عندنا من المصدر الصح. يعني انا كتير بيسالوني هو فلان فعلا اتوفى، طب هو الجنازه فين، كل الكلام ده مش هيحتاجوا يسالوني. كبار ما لاحظتيش اي مشكله حصلت خالص، ان كله كان متنظم كويس جدا، الصحفيين واقفين مكان محترم ويتعاملوا باحترام، واقفين في مكان كويس جدا وباتفاق معاهم، يا جماعه عشان اهل المتوفي متضايقين فاحنا هنوقفكم في مكان معين تصوروا، ما تقدروا تصوروا اللي انتوا عايزينه بدون ان احنا نخش في خصوصيه المتوفي او اهله. فدي النقطة اللي احنا عملناها ونظمناها ونجحت الحمد لله. هو بقول لك بس حتة أستاذ مصطفى، هم كانوا اتفقوا قبل ما احنا نعرض الموضوع بتاع الشركة اللي عندنا، لكن احنا بندور على كرامة الفنان سواء عايش أو ميت. احنا أهم حاجة عندنا في النقابة كرامته فين، كرامة أهله، ده مهم جدا عندنا. ويمكن دكتور أشرف زكي أول ما بيلاقي حد حصل له أي مشكلة بيكون أول واحد موجود فيها عشان يبقى يتعامل باحترام حتى لو كان غلطان. دي نقطة مهمة قوي عندنا، فبالتالي أكيد أما هنوصله المسؤول الأخير لازم يتوصل بطريقة مشرفة، بطريقة تليق بتاريخه الفني، وحتى لو هو مش نجم ففنان اشتغل
وتعب والناس كلها اتفرجت عليه وشافته وانبسطت منه، يبقى لازم برضو يوصل لمكانه بسلام واهله يكونوا مرتاحين نفسيا من اي انتهاكات ممكن طبعًا تحصل. لكن قبل كده كان بيحصل هرجله جامده جدا، وقبل كده كان بيحصل برضو، انا ما كنتش احب ان الصحفيين يتضربوا او كلام اللي بيحصل ده انا ما بحبوش، انا احب بالتفاهم كل حاجه تحصل، وباعتذار للفنان للصحفي اقول له باعتذار معلش حضرتك ممنوع او مش عايزين، وده حريه تامه، وقالتها الدكتوره دلوقتي ان ده حريه تامه ان هم عايزين يصوروا او لا. في فعلا ناس بيقولوا لنا احنا مش عايزين تصوير، خلاص ده حقهم، هم الاهل المتوفي هم ليهم القرار. الفنانين عموما والنجوم الجمهور بيبقى عايز طول الوقت يعرف كل اخبارهم. امتى يا استاذه نهال بيبقى ده بالنسبه لكم حاجه حلوه، ان تلاقي طول الوقت مثلا اسمك على المواقع، صورك، حياتك، اخبار عنك، وامتى بتحسي لا ده مش مجرد ان انت بيستفيدوا من اسمك او صورك او شهرتك علشان الناس تتفرج او ان المواقع بتكسب من ده، امتى بتحسي ان ده تعدى على حدودك؟ بص حضرتك، اولا الدخول في حياتي الخاصه بتاعت الفنان انا ارفضها رفض تام، انا عن نفسي خط احمر، ومع الفنانين كلهم خط احمر. انت عليك ليك فني، ليك شغلي، ليك حاجه الا لو حدث كبير، لكن غير كده انا بقول احنا نخش ليه في حياتي الخاصه بتاعت الناس؟ بنأذي اسره، بنأذي عيال، وبنأذي زوج، وبنأذي زوجه، وبنخرب بيوته. يعني ورا الحاجات دي حاجات مش كويسه. ادي اولاد لما يلاقوا ان الاب متهان او الام متهانه بطريقه مش لطيفه، ده كل ده ما انت بتخرب بيته، بتاثر على اولاد في تربيتهم واحساسهم بالفقر لابوهم او امهم. فدي نقطه طبعا انا ما بحبهاش خالص، برفضها تماما. يعني انا نزلت جنازه ليا من موقع ما، وان انا توفيت والدنيا اتقلبت ولقيت كل الفنانين بيكلموني ومش مصدقين ان انا برد عليهم، طب ما دي كلها قلبان حصل ملوش لازمه. بس طبعا ده موقع ممكن يكون مش عارفاه، حتى ما عرفتش اوصل له فين، حاولت اوصل له ما عرفتش، فبيطلع الموقع كده يطلع ويرجع تاني. لكن اعتقد الصحافه المحترمه اللي بتحترم ادميه الفنان وان هو انسان ورب اسره وهي ربه اسره في الاخر قبل اي حاجه، قبل ما هي تكون فنانه، يبقى لازم اما يبقى بس متاكدين من الخبر قبل ما ننزله، وافضل ان الحياه الخاصه تكون مقفوله على بيت كل واحد. طيب زي ما اي حد من الصحفيين نفسهم بيبقى عايز يقفل على نفسه بيته ومحدش يعرف عنه حاجه، نفس الكلام الفنان بالظبط. استاذه دينا يعني اللي قالته استاذه نيال انه في الاخر الفنان ده هو بني ادم عنده عيلته وعنده عياله وعنده اصحابه، في بعض الاحيان بنلاقي بعض العناوين سواء بقى في حياه او في موت بتلاقي فيها شويه نوع من التجريح، في نوع من التطاول، حتى لو كان يبان من العنوان ان ده يعني عن حب، لكن بتلاقي فيه بعض الحاجات كده وكانه بنتعامل مع الفنان ده ان هو ما بيحسش، يعني عادي هو شخصيه عامه فبالتالي مش مهم اي حاجه هنكتبها هو شيء. هل ده محتاج تنظيم شويه، وخاصه تاني انه هذه النوعيه من الاخبار تكون جذابه جدا جدا للجمهور، وكل ما كان العنوان سبايسي كل ما يعني زاد في الـ في الـ في اللايكس واتعمل له شير وبالتالي عالي في الترند؟ طيب هو بس يعني برضو خلينا نتفق انه هذا لا يحدث من يعني الغالبيه العظمى من بالظبط، احنا متفقين من الاول على ان كل دي الاستثناءات بالظبط، مش استثناءات، انت كمان يعني غالبا بتبقى مواقع صغيره جدا جدا ملهاش اسم تخاف عليه ولا يعني خليني هكلمك عن اليوم السابع. انا كيوم سابع ما عنديش استعداد ان انا اغامر بسمعه الجورنال ولا باسمه ولا بتاريخه علشان خبر او عنوان جذاب، لان انا عندي جورنال كبير، عندي اسم كبير، انا لازم احافظ عليه. كل مؤسسه صحفيه عندها مجموعه من القيم والمبادئ هي اللي حطاها، غير القيم والمبادئ اللي يعني اللي كل الصحفيين المفروض اقسموا عليها داخل نقابه الصحفيين. كلنا بنقسم على مجموعه من المبادئ في النقابه، بجانب هذه المجموعه من المبادئ كل مؤسسه عندها مجموعه من المبادئ الاخرى اللي بتطبقها في 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 في, في شغلها. يعني مثلا احنا في اليوم السابع طول الوقت ومن زمان، مش من النهارده ولا من امبارح ولا من سنه، طول الوقت من ساعه ما انتشرت السوشيال ميديا وبقت يعني بقت فيها الحاله من الهروله ورا الاخبار ورا النجوم ورا الصور ورا العناوين زي ما حضرتك قلتي، العناوين اللي بتعمل ترند، احنا عندنا مبدا ثابت لا يتغير على الاطلاق، وهو ان حياه الفنان الخاصه هي حياته الخاصه. عمرنا ما
دخلنا في خناقه بين زوج وزوجه، فنان او يعني او شخصيه عامه، عمرنا ما دخلنا في خناقه بين اخ واخت. يعني كتير جدا بيبقى في خناقات وبيبقى في اللي مشاكل هي المشاكل بتطلع على العائلية صحيح. اللي طول الوقت بتتصدر على السوشيال ميديا وبتبقى بالظبط ترند، وخاصة لو مرتبطة باسم فنان معروف أو يعني الناس بتحبه. بالظبط. فهنا ده دور النقابة ودور رئيس تحرير كل مؤسسة، إنه يحط لنفسه مجموعة من القيم هو ما يتجاوزهاش. لازم نبقى عارفين ومفرقين بين الحياة الشخصية اللي أنا ينفع أتكلم فيها، وبين بين الحياة، أنا آسفة، بين الحياة الفنية وبين حياته كفنان اللي أنا ينفع أتكلم فيها وأعماله، وبين حياته الشخصية. لأنه في النهاية الفنانة اللي بتتخانق مع جوزها بتطلع كل حاجة على السوشيال ميديا وبتطلع كل حاجة على الصحافة، تاني يوم هي وجوزها صالحوا بيرجعوا وبيتصالحوا، واللي بيبقى وحش هو وبتطلعوا انتوا اللي الصحافة. وحشين وانتوا اللي وقعتوا وانتوا اللي بالظبط جبتوا اخبار غلط، بالظبط بيترفع عليكم قضايا الفكرة كمان. بالظبط. فاحنا مثلا في اليوم السابع، لا احنا واخدين مسافة من هذه القضايا ومن هذه العناوين ومن هذه النوعية من الأخبار. كل رئيس تحرير المفروض يبقى حاطط لنفسه مجموعة من المبادئ اللي مؤسسته شغالة عليها. الفكرة كلها اللي أنا عايزة أقولها لك، ويمكن أستاذة نهال أشارت إليها معلش سريعا، هي فكرتين. أولا الترند اللي بقى فيه هوس دي، وبقى فيه هوس ان كل الناس تعمل ترند وتسبق وتعمل عناوين سخنه وتنشر، حتى يعني للاسف اذا كنا بنتكلم عن سلوك صحفيين، فبرضه انت عندك فنانين كل حياتهم الشخصيه على السوشيال ميديا. انا بشوف الفنانه وهي صاحيه من النوم، وبشوفها وهي بتلعب في الجنينه مع اولادها، وبعرف اولادها وبعرف هم في مدرسه ايه، ما هي كل دي حاجات شخصيه جدا لا يجب ان تظهر على السوشيال ميديا. وخلينا نقول ان السوشيال ميديا دلوقتي محرك كبير جدا جدا وجزء من الاعلام، هو مش بس في حد منفصل. هيقول لك يا استاذه دينا انه هي حره على يا صفحتها فندم بقى، يعني هي حره. ما مش صفحتها مش صفحه شخصيه هي قافلها لاصدقائها، صفحتها هي صفحه عامه موجود عليها 2 3 4 10 مليون متابع، اذا هي ما بقتش طب خليني شخصيه اتاكد منك خلاص. في النقطه دي صحفيا، يعني ال 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 اتفضل. ال ال الكود الاخلاقي انه لو مثلا حد شخصيه عامه عندها الصفحه بتاعتها مش صفحه خاصه ونزلت اي حاجه، هل من حق الصحافه ان هي تاخد ده نقلا بقى عنها من غير ما تستأذنها ولا لا، حتى لو كانت الصفحه عامه؟ أكيد أكيد، طالما صفحة عامة، مش طالما من هي مش يعني كلها من حقك برايفت. تاخديها كصحافه وتنشريها؟ ما طبعا طبعا أنا في اليوم السابع ما بعملش ده عادة إلا لو كان خبر كبير. انا لا، انا بتكلم بشكل عام مش على اليوم السابع بس. أنا بقول لك بشكل عام طبعا من حقها، لأنه هنا هي طلعت هذه المادة على العلن قدام كل الناس، قدام فوجودها في الجورنال خلاص، طب خلينا هي برضو نسأل أعلنت في نفس عنها. النقطة الأستاذة نهال، هو داخل النقابة، يعني داخل النقابة عندكم هل في حاجة شروط مثلا أو مش شروط، يعني هل في حاجة تنظم مثلا إنه لا ده ينفع يتعامل وده ما ينفعش يتعامل؟ يعني فعلا في الفترة الأخيرة إحنا في بعض الفنانين أو بعض الشخصيات يعني إحنا داخلين جوه حياتهم زيادة عن اللزوم، حقيقي زيادة عن اللزوم، فهل في حاجة في النقابة كده ولا لا هو كل واحد حر؟ هو ده كل واحد حر، بس انا بعترض على ده. يعني انا مش من المدرسه دي خالص ان انا تبقى حياتي كل الناس عارفاها كده، يعني دي حاجه مش حلوه. وبعدين فعلا زي ما قالت استاذ دينا ان هو بياخد من الصفحه عامه عليها ملايين، فهي ما جاتش على الصحافه اللي هتاخدها وتكتبها، فهمت قصدي؟ فهي خلاص، ما هي سامحه بالاختراق. اللي سامح بالاختراق هو حر، فهماني؟ يعني دي حاجه بتاعته. انا كنقابه لو لقيت حاجه تتجاوز الاخلاق هنا بتدخل وبحقق، وعندنا لجنه تحقيقات بتحصل على طول فورا. حاجه حاجه بلفظ، تتجاوز تجاوز الاخلاق، بتصرف، حضرتك تجاوز قصدك مثلا بلبس، في بوست، في كلام، في حاجه، ولا حاجه تتجاوز الاخلاق بمعنى ايه؟ اي في طبعا حد يشتم في حد، فنان زميل، او ان حد يطلع بحاجه غير لائقه لبسا او وضعا او كلام او اتقال حاجه مش صح، او يعني الحاجات دي داخليا جوه النقابه في عندنا لجنه تحقيقات بنستدعي الفنان وبنتكلم معاه، بنسمع وجهه نظره، ولو كان في خطا طبعا بنوجه له ان ده ما يتكررش نعم ولازم يتشال فورا من على السوشيال ميديا. نعم طبعا. انا بشكركم شكرا طبعا. اللي احنا بصي عايزه اقول جزيلا. لحضرتك اتفضلي. حاجه بس بعد اذنك، كلمه واحده اقولها، الفنان وجهه للبلد، فلازم يكون وجهه مشرفه للبلد، ودي اهم حاجه، دي وجهه اي بلد الفنانين، فدي حاجه مهمه جدا، فنحافظ على ده بس. طبعا طبعا. وانا برضو يعني عايزه اعقب على نقطه صغيره اتفضلي يا جدا دي. وهي قالتها استاذه نيال، انه هي نفسها كفنانه اسمها نيال عنبر حاطه خط احمر.
هي نفسها ما بتسمحش لا لصحافه ولا هي بتطلع على السوشيال ميديا تدخل اي حد في تفاصيلها الشخصيه. هنا لو اي حد تدخل في تفاصيلها الشخصيه هي من حقها تقف قدامه بكل السبل، انما لو حد سامح زي ما قالت برضو او زي ما انا قلت انه يخترق هذه الحياه ما ينفعش اقاضي. فهو الموضوع يعني شخصي جدا، انا كفنان بحط حد انه حياتي الشخصيه هي حياه شخصيه، وانه انا كمؤسسه صحفيه التزم بالمعايير اللي حلفت عليها في النقابه والتزم بالمعايير الاخلاقيه اللي بتفرضها كل مؤسسه على نفسها. نعم، بشكركم شكرا جزيلا الفنانه نيهال عبر عضو مجلس نقابه المهنه الائتمانيه، شكرا لحضرتك. بشكر كمان الكاتبه الصحفيه دينا عبد العليم نائب رئيس تحرير جريده اليوم السابع، شكرا جزيلا. خلينا نطير على بني سويف. يمكن خلال الفترة اللي فاتت ظهر ممشى بني سويف السياحي بكورنيش النيل في محافظة بني سويف، ظهر بمظهر حضاري مبهر، وده طبعا بعد تطويره، وكان في استقبال طبعا لعدد من الجمهور سواء المصريين أو حتى بعض الأفواج السياحية اللي كانت موجودة في الممشى. خلينا نروح نشوف إيه قصة الممشى وحكايته. هدير جميل موجودة هناك. هدير مساء الخير. مساء الخير يا إيمان. يعني فعلا المقولة اللي بتقول الماء والخضرة والوجه الحسن بيمثلها كورنيش بني سويف بأبهى صورة. الكورنيش كيلو ونص بالضبط، 1500 متر، طبعا تكلفته تخطت 200 مليون جنيه تطوير. في هنا كل حاجه حرفيا، في هنا خط وشريط اخضر بطول الطريق. يعني زميلي محمود ممكن يستعرض لنا كده الصوره بالخلفيه، طول الكورنيش في الشريط الاخضر ده، في مساحه كبيره جدا، في جداريات فرعونيه موجوده في المكان، في شباب هنا بيلتقطوا الصور لكل المارة، موجودين بالظبط 35 مصور. والحقيقة ان المحافظة كمان بتعمل خدمة ان هم ليهم اوراق رسمية كمان خاصة عشان يوفروا عامل جودة الخدمة والامان لكل الموجودين هنا. في طبعا يعني ملاعب، الدخول حتى هذه اللحظة هو دخول مجاني لكل أفراد الأسرة، كمان في ملاعب أطفال مجانية، ده غير الأكشاك التجارية والمناطق اللي ممكن الموجودين هنا بيستمتعوا بكورنيش النيل يستمتعوا بيها مجانية تماما، إلى جانب المطاعم وأماكن الاستثمار والأكشاك التجارية. المطاعم كمان اللي فيها خدمة ممكن إنها توفرها هنا. ورينا الصورة يا هدير، احنا شايفين في بعض على بعض الرخام، الرخامه اللي انت واقفه عندها في صوره بس مش باينه قوي عندنا، خلينا نشوفها كده. بالظبط، كنت لسه اوريك يا ايمان ان دي حاجه موجوده هنا بشكل يعني حصري في البطوله الكورنيش، خدمه جديده جدا، باركود هنا بيبقى موجود، الاشخاص المعروفين من أبناء المحافظة، من العلماء، من الفنانين، من المثقفين اللي قدموا وأثروا الحياة السياسية والثقافية في مصر، المحافظة بتعمل لهم هنا جزء من التكريم إنه موجود صورتهم والباركود وكلمة مخصصة عنهم. الشخص بيخش زي ما أنا دخلت كده بباركود بالموبايل ببساطة جدا، بيطلع كل المعلومات الخاصة عن الشخص ده سواء كان عالم أو مقرئ أو فنان من كل أبناء بني سويف على مدار التاريخ، يعني بنرجع ليه عصور كتيرة جدا قديمة. الحقيقة انه هنا كل الفئات العمرية وكل الفئات والأوساط الاجتماعية، زي ما قلتلك في خدمات مجانية تماما، في خدمات يعني بتقدم ب يعني مستوى من الأسعار مختلف. الجدير بالذكر كمان يا إيمان اللي لفت نظري جدا وأنا موجودة هنا، انه في اهتمام شديد بزوار الكورنيش من ذوي الهمم، في رمبات في كل حته، او المنحدر الارضي اللي موجود. مش عارفه لو تقدري تورينا ده يا هدير، او لو كنت صورتي بعض اللقطات وفي نور. في لقطات، انا عارفه احنا كنا عايزين بعض الحاجات وفي نور عشان نشوف اكتر. انه كان في رمبات، في جراج كمان مساحته شاسعة جدا مخصص هنا للسيارات، في كذا جزء مخصص لذوي الهمم بكل التفاصيل موجودة هنا، حتى الحمامات كمان في حمامات مخصصة ليهم. الحقيقة انه كمان يعني كان في جدل كده مع زمايلي هنا، يا ترى نصور الصبح ولا نصور بالليل، هو الكورنيش احلى الصبح ولا بالليل؟ فخدنا لقطات الصبح وبعدين لقينا لقطات احلى بالليل، فابتدينا ناخد لقطات ليلية. كمان في النافورة الأرضية
بألوانها المبهجة والنافورة كمان الكبيرة التانية أو اللي على المارينا. المارينا يعني كمان الإضاءة الليلية فيها مميزة جدا جدا. احنا دلوقتي شايفين على الهواء يا هدير اللقطات أو الشوطات اللي انتوا صورتوها الصبح، المكان حلو قوي قوي بالزبط. وعايزة أعرف منك بما أن انت هناك، هو ده أصلا ما كانش موجود، يعني المكان اللي احنا شايفينه على الهواء ده اصلا ما كانش موجود ولا كان موجود وتم تطويره؟ لا، الحقيقه انه الكورنيش ما كانش طبعا موجود تقريبا خالص، ما كانش موجود بالشكل ده، ولا حتى الشارع كمان اللي على الكورنيش. يعني الشارع كان تقريبا عرضه 3 متر بس، دلوقتي عرضه حد ادنى من 6 ل 8 متر. العرض بتاع الكورنيش ده كله اتعمل من البدايه تماما، وكمان اكيد هتشوفيه في الصوره ايمان، العرض اللي لفت نظري عرض المسطح النيلي كمان. المسطح النيلي هنا في بني سويف عريض جدا، يعني اكتر مننا احنا اهل القاهره. لا يعني المسطح هو تاني أعرض مسطح نيلي على مستوى الجمهورية بعد أسوان، فالناس هنا مستمتعة بمساحة كبيرة جدا من الكورنيش نفسه ومساحة أيضا من النيل. والنيل طيب يعني أنا شايفة كمان في الصور اللي معانا هدير على الهواء الأطفال بتلعب في بلاينج أريا للأطفال، أماكن للعب. أنت قلتي لي أنه التواجد في المكان ده الدخول للناس مجانا صح؟ مجانا جدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 يعني منتصف الليل. الدخول متاح لكل الفئات العمرية ولكل طبعا الأطفال، اللعب مجانا. في زي ما قلت لك مصورين، المكان آمن جدا، أكتر من 86 كاميرا منتشرة بطول الكيلو ونص من الكورنيش. الاهتمام بالتفاصيل هنا، يعني تيجي الصبح ممكن تشوف منظر جميل، تيجي بالليل هتشوف منظر جميل، والإضاءة هنا كمان مبهرة وممكن الكاميرا تبينها. وهرجع تاني لفكرة الاهتمام بالتفاصيل، تفاصيل ايمان، يعني انا عاجبني قوي التفاصيل وعاجبني قوي فكره انه لما حد يروح محافظه يتفسح فيها فيقدر يشوف ويعرف شويه معلومات. الولاد كمان الصغيرين بيحبوا قوي قوي الحاجات دي، انه يبقى طول الوقت بيحصل على معلومات بالطرق الحديثه اللذيذه عن طريق الباركود او غيره. واضح ان الجو كمان عندك حلو صح؟ بالظبط، جو حلو النهارده. فيعني الجو رائع الجو رائع، واحنا كنا يعني مع انه بني سويف تعتبر بدايه دخول في الصعيد، لكن الجو رائع الصبح كمان وبالليل. وكنت لسه اقول لك انه العلامه او الشعار بتاع بني سويف موجود على الاضاءه، يعني للدرجه دي في اعتزاز بالهويه البصريه واعتزاز بجمال بني سويف. العلامه اللي فيها فكره اظهار المحصول القمح الزراعي والهرم ميدون والنيل، يعني الاهتمام بكل التفاصيل. من أطفال هنا هيجوا يلعبوا مجانا، كبار هيستمتعوا بخضرة وبنيل، الناس المهتمين بالتصوير هيلاقوا خدمة تصوير، الأسر هتلاقي أمان وكاميرات وتواجد أمني مكثف وناس يعني في خدمتهم في أكتر من مجال. وحتى المهتم بالثقافة وكمان تنشيط المعلومات العامة هيلاقي خدمات من نوع مختلف موجودة. والحقيقة أنه النافورة ليها طبعا مواعيد مخصصة، فمش عارفين نشغلها حالا، لكن احنا شفنا بعض اللقطات ليها. انا بشكرك يا هدير طبعا بتاعت المارينا، وقدمت لنا صوره حلوه قوي، واتمنى ان كل اهالينا في بني سويف يستمتعوا بهذا الممشى ويخرجوا فيه ويكونوا متواجدين على طول ويتبسطوا. وان شاء الله كمان احنا نروح نزور بني سويف قريبا ونشوف الحاجات الحلوه دي اللي انت وريتيها. انا بشكرك هدير جميل، كانت معانا من ممشى بني سويف الجديد. هعرف حضراتكم دلوقتي على يعني ست ب 100 راجل، يعني احنا تقريبا كل اسبوع بيكون معانا نموذج لسيده مصريه بنقول عليها ست جدعه، دي ست ب 100 راجل. ايه قصه بطله التقرير القادم؟ زوجها كان صياد، بيعمل صياد في واحده من القرى في محافظه المنوفيه، يعني تعب شويه ما بقاش قادر ان هو يكمل الشغل، فما كان عليها هذه السيده المصريه الاصيله الجدعه، غير انها اشتغلت مكان. اشتغلت على فلوكه الصيد بمنتهى الجدعان، وكأنه اللي بيحصل في المسلسلات لا موجود زيه كمان في الواقع. نشوف قصة السيدة سناء عبد الرحمن. بس نتخلى عنه ونسوف بعد ما تعب فيه. والله لما تعبت لقيت مراتي واقفة في 100 راس، بقت تشتغل وتساند معايا وتجيب لي علاج وتكشف عليا وكل حاجة. زي ما قضينا أيام حلوة مع بعض هنقضي أيام صعبة مع بعض. أنا سناء عبد الرحمن من المنوفية، عندي 44 سنة، نشتغل صيادة في البحر. كنت بشتغل أنا وجوزي، أول ما خدته علمنا الصيادة وكنت بشتغل أنا وجوزي.
ادي تعب مره واحده كده، رحنا كشفنا عليه، لقينا رجله تعبان، ما بقاش يعرف يمشي يتحرك. بقينا متابعين مع الدكاتره، قالوا عنده عمليه الغضروف ولازم يعملها عشان هيجلب معاه بمرحله شلل. عملت العمليه بتاعت الغضروف وتعبت لي رجله خالص، عملت لي التهابات في الاعصاب والتهابات في الرجل، ما بقاش قادر بقى. قررت ان انا اقف جنبه واشتغل معاه واسند معاه عشان خاطر البيت والاولاد، ونفتحوا البيت ونعيشوا زي الناس يعني. جوزي ساعات ينزل وساعات ما يقدرش، اسنده وينزل معايا، نشوف ناس ممكن يشيلوا لي، يدلوه لي الجارب، يطلعوا لي من الجارب من اليوم اللي ما بقدرش فيه، ما بنقدرش ننزله فيه. عندي اربع اولاد، فكرت اشمد ايدي لحد ولا اقول لحد اديني حاجه. نزلت اكافح مع نفسي واكفي بيتي واكفي اولادي من الرزق اللي ربنا بيديهولي، ومحدش يحسس انا عايشه ازاي. والله لما تعبت لقيت مراتي واقفه ب 100 راجل، لما بتشتغل وتساند معايا وتجيب لي علاج. يومي بيبدا من الساعه 6 الصبح، اصحى انزل على الجارب ادلع عدتي وانزل اشوف اكل عيشي، ارجع العصر بعد العصر قبل العصر زي ربنا ما يجي. برجع البيت اشوف اعمل لقمه لعيالي ياكلوها واروق بيتي، لان اللي معيش حد في البيت الا الاطفال الصغيره، اللي بسيبه الشغل اللي بسيبه برجع على جيبك، اطلع اشوف اقضي شغل بيتي واعمل لهم لقمه ياكلوها. بقالي 5 سنين ومراتي واقفه معايا ب 100 راجل، يعني انا عند مراتي واقفه معايا موقف ما فيش اي حد في الدنيا يقف معايا كده. مهنتي دي مهنة الصيادة شجا وتعب، يعني هي شغلتها للرجالة بس، بس ستات مصر كلك ب 100 راجل، واحدة ب 100 راجل. قالت لك زي ما عشنا ايام صعبه مع بعض او ايام حلوه مع بعض، فطبيعي ان انا ابقى جنبه في الايام الصعبه. ست بألف راجل مش 100 راجل بس، يعني ربنا يفتح رزقها اكتر واكتر ويرزقها بخير الدنيا كلها، ويكرمها ويعوضها في ولادها ويشفي كمان زوجها. دولت الستات اللي بيتقال عليهم يعني ست كده معدنها من الذهب، الست الاصيله اللي معدنها من الذهب، بتعمل كل حاجه، بتربي العيال، بتشتغل، بتبقى هي كمان بتعمل السبورت المعنوي او الدعم المعنوي لزوجها. الحقيقه ان يعني اتمنى نلاقي هذه السيده يعني من المكرمات قريبا، لانها يعني عظيمه. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل النهارده معانا موضوعين. الموضوع التاني اللي هنناقشه النهارده عن الموضه، الحاجات اللي موجوده او اللبس اللي موجود، ومعروف ان احنا كمصريين يمكن من وهنشوف ده في الفقره، من ايام اجدادنا الفراعنه واحنا عندنا الحس الجمالي في اللبس عالي جدا، في القصه، في الالوان، في الازياء، في الحاجات اللي تليق على ايه، ليق على ايه، عندنا ذوق عالي جدا 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 جدا، اهو من 7-8 آلاف سنه واحنا كده، تحس ان في رقي كده، يعني على بساطه الازياء في رقي شديد. وبالتالي فكرة ان احنا عندنا ذوق المفروض في اللبس او في التصميم، المفروض انه ده عندنا، لان ده جزء من الحضارة، وعندنا ناس كتير حقيقة مصممين وبيوت ازياء في مصر شاطرين جدا جدا، وبيعملوا شغل هنا وبيعملوا شغل كمان للخارج. لكن شوية بعض الناس بتشوف انه اللبس عموما المستورد غالي، بقى غالي، يعني مش اي حد بيقدر ان هو يشتري ده، فالناس بتلجأ دلوقتي ان هو تشتري البديل المصري، وده طول الوقت احنا بنشجعه ان هو نلبس من اللبس المصري، في بيوت ازياء مصريه حتى اللي لسه بادئين ان احنا نشجعهم والناس تلبس منهم وناس تشجعهم. لكن هل الاذواق دي بتتماشى مع الاذواق العالميه؟ هل في التفاصيل في الفينشنج دايما يقول لك ان مشكله اللبس في الفينشنج، في التفاصيل، في الحاجات الاخيره اللي هي قبل يعني ما يعرض اللبس، هو ده اللي بيبين المصمم الشاطر من اللي مش شاطر، هو ده اللي بيبين الموديل ده حلو ولا مش حلو. طيب البديل اللي موجود دلوقتي هل هو مرضي للجميع؟ طب ايه اخبار اسعاره؟ طب واذا كان المنتج كله مصري، طب ليه في بعض الاحيان بنلاقي لا ده سعره عالي جدا؟ طب ليه؟ ايه السبب؟ حاجة كمان الناس مثلا بتتكلم على فكرة انه
في ناس بتستعين كتير مثلا بديزاينرز او بالناس اللي بترسم. طيب هل الناس اللي بترسم دولت مصريين ولا في بعض الناس بتستعين بناس مش مصريين هم متخصصين في القصه دي ويبقى التنفيذ مصري؟ ليه؟ لانك لما بتروح بره وتلاقي مثلا في بعض الاحيان تدخل محل تلاقي حاجه حلوه قوي، لبس حلو قوي، بنطلون مثلا او بليزر او حاجه حلوه قوي، فتفاجئ ان مكتوب عليها انها صنعه في مصر، ان دي صناعه مصريه. طب هي ليه ما بنشوفهاش هنا؟ هي ليه هناك؟ ليه مش نفس الشيء ده هنا؟ مين المسؤول عن ده؟ طيب حاجه كمان، القطن المصري لو كتبت كده على جوجل او يعني معلومه معروفه جدا جدا انه احسن واشهر وافضل قطن في العالم هو القطن المصري. طيب هل احنا بنستفيد بده 100% ولا لا؟ خلينا نفتح موضوع الموضه والازياء وازاي نقدر نطور ده وازاي نقدر نعرض حاجات كويسه وكمان ممكن تبقى باسعار في متناول الجميع. دي هتكون الفقره الثانيه النهارده في مساء دي ام سي. اما بعد الفاصل على طول هنتكلم عن يعني هنتابع الحديث عن الحوار الوطني مع بعض المشاركين في هذا الحوار. في محاور كتير هنطرحها للنقاش زي الكلام عن العفو الرئاسي، أيضا بعض التساؤلات والطموحات اللي بيطرحها الشباب في الحوار الوطني القادم، موضوعات مهمة بعد الفاصل. غالبية جامعاتنا دلوقتي أكثر من 22 مركز للتطوير المهني موجود في كل جامعاتنا الحكومية. هذه المراكز النهاردة احنا مجمعين كل المسؤولين عن هذه المراكز في الحقيقة نقدر نقول ورشة عمل ممتدة على 3 أيام مع محاضرين في المجالات المختلفة بهدف الحقيقة ثقل وإعدادهم لأنهم يساهموا في التطوير اللي احنا عايزينه لأولادنا الطلاب وإعدادهم لسوق العمل ويكسبهم مهارات احنا محتاجينها. الحقيقة هو احنا النهاردة سعداء لأننا بنعمل بنفتتح او بنتابع الالتقاء السنوي اللي بتيجي فيه مراكز التوظيف اللي على مستوى الجامعات المصريه تقعد مع بعض. والحقيقه احنا في الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم العالي والبحث العلمي اللي اطلقت في 7/3 اللي فات كان جزء من العناصر الاساسيه بتاعتها هو مبدا التواصل او الاتصال. الاتصال بسوق العمل هو جزء كبير واساسي وداعم لمفهوم الاتصال بصوره عامه. ومراكز التوظيف وتنمية المهارات المهنية هي الأداة اللي هتبقى في كل جامعة هتساعد في مفهوم الاتصال ده. الجامعة الأمريكية لم يكن بمقدورة أن تقوم بهذا العمل لولا أولا رعاية وزارة التعليم العالي وتحديدا مع الوزير الدكتور أيمن عاشور اللي ابتدى هذا المشروع ابتدى مساره مع الدكتور أيمن تحديدا في جامعة عين شمس. لسه بنستكمل الحديث عن الحوار الوطني واهم ما تم فيه حتى الان وازاي هتكون شكل وموضوعات الجلسات المقبله واهم الملفات كمان اللي هتناقش. برحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ كريم السقا عضو لجنه العفو الرئاسي واحد المشاركين في الحوار الوطني، اهلا بحضرتك. برحب كمان بالاستاذ عمرو عز الناشط السياسي واحد المشاركين في الحوار الوطني، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خليني اتكلم على العفو الرئاسي، حضرتك عضو في لجنه العفو الرئاسي، هل قصة كلها عنوان العفو الرئاسي هيكون مطروح وازاي في جلسات الحوار الوطني؟ طيب في البداية يعني خلينا ادي بريف كده عن او يعني بشكل مختصر اللي بيحصل في لجنة العفو الرئاسي ووصلين لايه لحد دلوقتي. الحقيقة ان دي تاني لجنة تتشكل او يعاد تشكيلها، وعلى مدار اللجنتين تم الافراج عن الاف السجناء الرأي. والحقيقة يعني خلينا ننتظر فرصة ان بصراحة في اللجنة دي تحديدا السيادة النائب العام والنيابة العامة قاموا بدور عظيم جدا وفعلا بيشتغلوا شغل جبار علشان يحلوا هذا الملف وتحية ملف الحبس الاحتياطي. وهنا لو حضرتك بتسألي على علاقة ده بالحوار الوطني، فطبعا ملف حقوق الإنسان هو جزء أصيل من أي حوار وطني وفي لجنة معنية بالموضوع ده. لكن أنا وأحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي اللي مهمومة أكتر بالملف ده
بطالب كل المشاركين في الحوار الوطني بان هم يساعدونا فعلا على وضع اليات تنفيذيه وتشريعيه لتصفيه هذا الملف بشكل نهائي. نعم. لان الملف معقد شويه، الحالات اللي فيه ليها كل حاله ليها خصوصيه، في تعقيدات في بعض الحالات، في ناس عليها اكتر من قضيه، في ناس موضوعها معقد شويه بسبب جنسيات مختلفه، كلام بالشكل ده. فده طبعا مش هيتحل بجهود كيان واحد او مؤسسه واحده، ولكن بجهود الجميع، وان يبقى فعلا في توافق على اليات واضحه تماما واليات قابله للتنفيذ، مش اليات شويه. هل انتوا عندكم هذه الاليات هتقدموها خلال الحوار الوطني؟ هل في اولويات حتى عندكم في طبعًا سلسله الاسماء اللي مطروحه طبعًا علشان تحصل طبعًا على العفو؟ طبعا طبعا. احنا الفكره ان بالنسبه لموضوع الحبس الاحتياطي، احنا عندنا تصور لقانون الحبس الاحتياطي وازاي نطور القانون ونمنع حاله الاستمرار يعني في الحبس الاحتياطي لمده طويله. عندنا تصور لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، ودي الحقيقه لو اتنفذت بشكل يعني حرفي شويه هتعمل طفره في مجال حقوق الانسان في مصر، ومش بس كده، لا، هتبقى احد اهم اسباب تصفيه هذا الملف بشكل نهائي. كمان يمكن المحاور المطروحه في لجنه حقوق الانسان هي محاور شويه يعني فوق توقعات الناس. احنا مثلا بنتكلم على العنف الجسدي اللي بيتم ممكن في بعض السجون، دي حاجه ما حدش اتكلم عنها. بيتكلموا على قانون الحبس الاحتياطي طبعا، قانون الاحوال الشخصيه والاحوال الجنائيه، استراتيجيه حقوق الانسان، استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، اصلاح المؤسسات العقابيه. فكل دي حاجات كان من فتره مش بعيده صعب الكلام فيها. النهارده الناس بتتكلم فيها بكل اريحيه، بالعكس محطوطه كمحاور رئيسيه للنقاش. فده لو عكس شيء هيعكس مدى فعلا اهتمام الدوله بان هي تفتح المجال بشكل للحديث واسع عن جدا كل والحريات لاعلى مستوى ممكن يعني. طيب حضراتكم كمشاركين في الحوار الوطني، انتوا افراد، سواء بقى حضرتك مثلا فرد ممثل لنفسك او حضرتك فرد ممثل للجنه او لجمعيه او لحزب او لجهه ما، بس في الاخر هو حضرتك برضو ممثل للناس كلها. صحيح. يعني هو حوار وطني مش هينفع انه 100 مليون يقعدوا، لكن من لجنه العفو، من النشطاء، من الجمعيات، من الاحزاب، من كل الجهات في مصر. حضرتك بتعتبر نفسك ممثل لمين في هذا الحوار؟ وايه الهموم اللي انت هتحملها او هتضعها على طاوله الحوار عن اللي انت ممثل ليهم؟ طيب هو سؤال عظيم جدا، بس في البدايه خلينا اتكلم على يعني انا بالحقيقه معجب جدا بكلام عمرو، لان عمرو من الشباب المعارض، يعني هو مش بس سياسي ولكن في ناحيه المعارضه شويه. نعم. والكلام بيقوله دلوقتي بيقول ان في مجموعه في المعارضه او فصيل في المعارضه عنده حاجه ما، عنده شيء منطقي، شيء موضوعي قادر يطرحه، وبيتعامل مع الموضوع بشكل جاد وبشكل عاقل يعني، ودي حاجه تحمس شويه يعني. دي حاجه تخلينا نتفائل اكتر. بالنسبه للحوار ودوري فيه، هرجع برضو الاول اتكلم على مشهد الاحتفاليه. الحقيقه المشهد ده بيفكرني بمشهد تحالف 30 يونيو اللي وقف قدام الارهاب والتطرف واختطاف الهويه المصريه واختطاف مصر بشكل عام. أنا شايف إن اللي حصل يوم 3/5 هو تحالف جديد أو إعادة إحياء تحالف 30 يونيو، بس من أجل أهداف تانية، زي ما الرئيس وصفها، إن إحنا نرتب مع بعض الأولويات العمل الوطني، إن إحنا نحارب الفقر، نحارب الجهل مع بعض، نحارب مشاكل المجتمع بشكل عام، إن التحالف ده يبقى هو المحرك الأساسي والعقل اللي بيحرك البلد وبيزقها ناحية التقدم. بس عشان ده يحصل في حد ذاته، ده محتاج ان احنا يبقى عندنا قيم للتقدم ده. لان التقدم ده ما بيحصلش صدفه. العالم اي دوله تقدمت حصل عن طريق حوار في الاول، دي كانت النواه، وحوالين النواه دي مجموعه من القيم. قدر الحوار وخطه خريطه بالظبط. القيم دي الناس اللي قامت على الحوار في اي دوله هي اللي عكست ده على المجتمع. بمعنى القيم بتتزرع بداية على المدى القصير بالقدوة. فاحنا الحوار ده
الناس هتشوفه، ويمكن أن أهم مميزاته أو من أهم سماته أن هو معلن زي ما منسق الحوار قال. هيوزع يعني قصدك على الهواء للناس. طيب الناس لو شافت أن الناس دي بتتخانق مع بعضها، مش ده هيأثر في المجتمع؟ هيأثر في الأسرة. لكن لو شافت الناس دي بتتعامل مع آراء بعضها باحترام شديد وبيستوعبوا بعض، ده هينعكس بشكل أو بآخر على المجتمع. لو شافوا أن قيمة الوقت، حضرتك بتتكلم على فكرة القدوة، يعني القدوة ان احنا نزرع نستخدم بالظبط، يعني ده جزء من الموضوع، بس احنا نستخدم القرارات. هذا الحوار علشان نبتدي نغرس قيم التقدم اللي هو العالم كله متوافق عليها في هذا الشعب وهذا المجتمع وفي الدولة نفسها. لان ده احنا فاقدينه تمام. احنا لو قعدنا مثلا في جلسات الحوار نقعد نتكلم الى ما لا نهاية، فاحنا بنقول للناس ان احنا الوقت ده ملوش أهمية عندنا. هل ده قيمة من قيم التقدم؟ اكيد لا. طيب نفس السؤال يا استاذ عمرو، انت بتمثل مين في هذا الحوار؟ يعني انا من منطقه شعبيه من امبابه، او ممكن اقول يعني ان انا بأحمل هموم ناس يعني اخواتي وقرايبي واهلي والمكان اللي انا طالع منه يعني. وده جزء من الفكره يعني الدعوه للحوار، وهو كريم يعني بشكره على كلامه، يعني فكره ان احنا معارضه بتحاول تمد ايديها وتساعد في اي حاجه. احنا مش طول الوقت ضد، او يعني في فترات حاولت تتصدر صورتنا ان احنا على طول معترضين وعلى طول ضد الحاله او لكن ما فيش انسان عنده ضمير يقدر يرفض حاله حوار ممكن يطلع منها نتائج تفيد الناس. احنا بنحاول نعمل ده، وعندنا تشككات، عندنا تشككات، وفي ناس معارضين للفكره، فكره المشاركه نفسها أصلاً. الناس دي برضو احنا بنحترمهم جدا، وهم ممكن كمان يبقى لهم تاثير ايجابي مش العكس. احنا في عمليه سياسيه، من حق كل واحد ان هو يقبل، من حق كل واحد ان هو يعترض. انتوا راهنتوا على دخول في هذا الحوار؟ يعني انا فاهمه ان في ناس مش عايزه تدخل في هذا الحوار، لان حضرتك قلت لي عندنا تشككات، لكن انتوا راهنتوا على فكره الدخول في هذا الحوار الوطني، علشان احنا مفروض ان احنا واقفين على نفس الارضيه، هي البناء، هي ان البلد تبقى كويسه، هي يعني في ارضيه مشتركه في النهايه. لو فانتوا بتراهنوا على ايه بقى في دخولكم هذا الحوار؟ في النهايه لو نتيجه الحوار طلعت، لو الحوار طلع منه حاجه ايجابيه، فاحنا كمان متاثرين والناس متاثرين، واحنا موجودين، احنا مستفيدين بشكل عام من الحاله يعني. او جزء من الحاله ان انا موجود مثلا مع حضرتك النهارده بحاول اعبر عن ارائي وعن اراء جزء كبير جدا من الشباب المعارض اللي تواجد في العمل السياسي طول الفتره اللي فاتت، على مدار يعني على فتره طويله من عمر البلد، والناس اللي المفروض ان البلد تستفيد من عقولهم وتستفيد من تجاربهم وتستفيد من خبراتهم وتديهم الفرص المناسبه، احنا لانهم ممكن يكونوا اكثر فعاليه، ممكن تبقى عندهم اسهامات لعمليات اصلاحيه كبيره في البلد، الناس تستفيد منها والحياه السياسيه في مصر تستفيد منها. ان شاء الله يكون فيه استفاده، وان شاء الله نلتقي بعد بدايه الحوار الوطني، ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني، واعرف من حضرتك يعني وصلتوا لايه وعملتوا ايه، وتكون بالفعل يعني مشاركتكم جميعا في هذا الحوار اضافت ليكم كجهات وممثلين لناس، سواء بشكل افراد او مجموعات، وكمان البلد كلها تستفيد. اشكركم شكرا جزيلا استاذ كريم السقا، عضو لجنه العفو الرئاسي واحد المشاركين في الحوار الوطني، الاستاذ عمرو عز الناشط السياسي واحد المشاركين في الحوار الوطني. شكرا لحضرتك. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على اللبس والموضه واللي بيحصل في اللبس واسعاره بعد الفاصل. جميع الخبراء من جميع انحاء العالم، وهم الحقيقه دايما بيكون لهم الرغبه انهم ينضموا ويشاركوا في مؤتمرنا، واحنا بيت الكبير العائله الاعلاميه التي لا تستطيع ان ترفض او تقول لا لاي حد. اهلا بكم جميعا. احنا بنحاول نرصد اهم القضايا واهم التحديات اللي بتواجهنا في عصر الاعلام الرقمي، في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر الميتافيرس. بنرصد تجارب عربيه ومحليه وعالميه واقليميه في المجالات المختلفه
لصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي. كوزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنعمل بشكل كبير على تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام. هذا المجتمع قادر على التعامل مع التحولات الجديدة والتكنولوجيات الناشئة زي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإنترنت السلوك والبيانات الضخمة. كان ما لدينا الآن من محتوى تقليدي في الإعلام وغير رقمي يقوم على قواعد ومعايير مهنية وأخلاقية ووطنية سليمة. جامعة القاهرة كلية الإعلام متطورة دائما وعندها دائما أبحاث وعندها دائما مؤتمرات للحديث في الإعلام، فده بيشجعنا طبعا ان احنا نبقى معاهم. طبعا احنا في ظل تحديات كبيره قوي في الاعلام، سواء اخبار زائفه سواء صناع محتوى بكثره شديده، الكليه بتحاول طبعا ان احنا نتصدى للاخبار الزائفه او الشائعات ونقدر نفلتر الاخبار الصحيحه من الاخبار الزائفه. المؤتمر بيناقش كل التطورات اللي بتحصل في سوق العمل الاعلامي وفي التحول الرقمي وفي استخدام الذكاء الاصطناعي، محاور كتير جدا مع خبراء محليين ودوليين، فده في حد ذاته بنربط ما بين اللي بيحصل في العالم وبين اللي بيحصل عندنا. الدقايق اللي فاتت بس كده شفنا لمحة سريعة على تطور الموضة عموما من الأربعينات لغاية دلوقتي. في حاجات كانت موضة وراحت وبعدين رجعت تاني موضة مع بعض الإضافات، في حاجات كانت موجودة واختفت، في حاجات جديدة ظهرت. احنا فين بقى في وسط كل ده وازاي نقدر نقدم الحاجات اللي على الموضة؟ طبعا موضة بس يعني مع مراعاة ان هي كمان تكون مناسبة لينا لثقافتنا لأجسامنا لعاداتنا وتقاليدنا، لكن تبقى على الموضة وفي نفس الوقت تبقى بالاسعار اللي تقدر ان كل الناس يعني تقدر تشتريها. برحب بضيوفي الاستاذه ماري لوي، رئيس المجلس التصدير تصدير الملابس الجاهزه واحد مؤسسي مجلس التصميم والموضه المصري. اهلا بحضرتك، مشرفاني. كمان برحب مي جلال، مصممه ازياء وخبيره الموضه، واحده من اشطر الناس الموجودين دلوقتي. ازيك يا مي؟ ازيك، عامله ايه يا ايمان؟ الاول بس عايزه اعرف من حضرتك، مجلس حضرتك احد مؤسسي مجلس التصميم والموضه المصري، بس عايزه اعرف المجلس ده بيعمل ايه؟ المجلس ده تم انشاؤه من 4 سنين بالظبط، وفكرته كان عشان الهدف انه يعمل اسبوع الموضه المصري من فتره طويله. يعني احنا قدمنا في باريس لغرفه صناعه الازياء والموضه الفرنسيه، قلنا لهم عايزين حطوا لنا مصر على خريطه الموضه العالميه، دخلونا على الأوفيشال كالندر أو الأجندة الرئيسية لأسابيع الموضة العالمية. فكلام في 2008 قالوا لي عندك كم ديزاينر مصري؟ هو أنا عشان أدخل في القصة دي لازم يبقى عندي عدد معين صح؟ طبعا كدولة إن أنا يقدر يوافق لي إن مصر تبقى على أجندة الموضة العالمية، قال لي مينيمم يبقى عندك 17-20 ديزاينر وقرادي عرضوا برا مصر وقرادي مستواهم كويس. وقتها ما كانش لسه فيه، الحمد لله اشتغلنا من 2008 لدلوقتي، الجامعات المصرية، مدارس الموضة، الشباب المصري اللي سافر جامعات يدرس برا مصر ديزاين وموضة، كمية ورش العمل اللي عملناها، كمية المعارض اللي عملناها مع الشباب المصممين. فوصلنا لمرحلة رائعة ان دلوقتي في ديزاينرز شباب مصريين بيبيعوا برا مصر، بيعرضوا برا مصر،
مستواهم ممتاز، توفر لنا بعد جهود مضنية. احنا مجلس عبارة عن 5 مؤسسين لهذا المجلس كلهم من يعني لو في انا مصمم ازياء، في معانا عزة فهمي مصممة جولري، ممثلة في بنتها راندا معانا هي اللي بتعمل الماركتينج الجبار بتاع عزة، معانا بول اونتاكي بيرأس المجلس يعني دلوقتي، مجموعة احنا مجموعة، سوزان ثابت الاديتور بتاعت مجلة الموضة الشهيرة. دخلنا ولا لسه في القصة دي؟ احنا خلاص هنعمل لونش معاكي دلوقتي، بندعوكوا ان احنا اسبوع الموضة المصري سيتم يعني اطلاقه يوم الجمعة الجاية. هايل. ده في المتحف المصري. في المتحف، وبنتمنى انه يعني يكون بنجاح مبهر يلي ورا كده ان احنا هنسافر بهذا النتاج وثمرت هذه الاعمال وندخل مصر اوفيشلي على الفاشن ويك. طيب خلينا نرحب كمان قبل ما نكمل كلام، خلينا نرحب لان معانا كمان عبر زوم الاستاذه شهيره فهمي مصممه الازياء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا اهلا بحضرتك. سامعيني؟ احنا سامعينك كويس قوي حضرتك. سامعينا؟ اهلا. طيب هايل. سامعك. ازيكم؟ احنا شهيرة. ازيك؟ طيب خليني قبل ما اسال استاذه شهيره، خليني الاول اسال مي، بما انك يعني مي متابعه طبعا جيده جدا 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 للموضه وللي بيحصل وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، ايه اللي بينقصنا في مصر؟ ايه اللي ناقص علشان نقدر نقدم موديلات عالميه تنافس زي ما استاذ ماري قالت، وفي نفس الوقت يبقى عندنا اكتفاء فكره انه ليه الحاجه دي غاليه؟ ما تسالي مثلا ليه البنطلون ده مثلا ليه غالي؟ اصل ده الديزاينر الفلاني اللي هو فرنساوي او انجليزي او ايطالي فتلاقيها بمليون الف جنيه. طب ليه ما يبقاش عندنا ديزاينر مصري بيعمل لنا حاجات كواليتي حلوه شكل لطيف وفي نفس الوقت بالاسعار اللطيفه؟ يمكن دلوقتي اقدر اقول لك بكل ثقه ان لا، احنا ما بقاش ناقصنا حاجه، احنا بقى عندنا ديزاينرز مصريين كتيره جدا جدا بكواليتي هايله، وعندنا اسعار متفاوته كتيره. عندنا الديزاينرز المصريين الهاي اند زي ما بيبقى في ايطاليا هاي اند وناس بيجنرز وناس وان هم كاتيجوريز، احنا دلوقتي بقى عندنا نفس الموضوع ده كمصريين. عندنا ديزاينرز مصريين في الاكسسوارات، في الشنط، في الاحذيه، في الملابس، في الحاجات اللي هي ريدي تو وير، في السواري، عندنا عدد مهول وبننافس بيه العالميه. يعني زي ما كنا بنقول برضو، كان في شهر نوفمبر اللي فات كان مصر بيحصل فيها كارو ديزاين ويك، وكنت انا الكيوريتر للفاشن ديزاين ديستريكت، كنا حاطين في المنطقه بتاعه الفاشن ماركات عالميه لللبس، للشنط، للمجوهرات، لكل حاجه، ومعاها ديزاينرز مصريين، منهم اللي مبتدئ لسه محدش عارفه قوي ومنهم اللي معروفين جدا، كان شنط، أحذية، ملابس، مجوهرات اللي هو ذهب وألماز، أو كان في فاطمة مصطفى كانت بتعمل مش مجوهرات ولا حاجة، بس هي كانت جولري بالإيد، حاجات عاملاها بالتطريز، فساتين. طب كلميني عن الاسعار، يعني انا عارفه لما بتدخلي معارض وبيبقى فيه جزء للمستورد ده ما بنروحلوش خلاص، وبيكون فيه جزء للحاجات ليه بيبقى ساعات بحس انه ساعات فعلا حاجات مصريه عجبانه قوي ونسال عليها نلاقيها دي. يا خبر دي غاليه قوي، طب ايه بقى استفدت ايه انا دلوقتي ما اروح اشتري بالظبط. بصي الناس دلوقتي كلها بقى عندها وعي وما بيتهاونوش في الكواليتي، ودي حاجه حلوه قوي، ان انا بالعكس انا هفضل مصممه ان انا عايزه كواليتي حلوه. الكواليتي حلوه دي برضو ساعات بتبقى مكلفه جدا، وساعات عشان انت توصلي انك تبقي براند مصريه هاي اند، ما انت برضو محتاجه تفاصيل كتيره وكده، برضو دي بتعلي من سعر البيس نفسها. بس عندنا دلوقتي مصممين ازياء كتير جدا وديزاينرز لكل الحاجات، عندنا نظارات ديزاينرز مش مستوردين او حاجه من الصين، ماركه مصريه بالظبط، واسعارها كويسه جدا. في ده وفي ده، وفي منهم لعلمك نفس الديزاينر بيبقى عامل حاجتين،
من نفس الاسم بتاعه، في منها الحاجات اللي هي غالية جدا شوية يعني مش اللي هي الطبيعية، وفي منها الحاجات اللي هي أقل. احنا هنا بنتكلم على اللبس كله، مش بتكلم على سواريهات بس. لا احنا بنتكلم، انا بتكلم على اللبس الطبيعي. احنا بنتكلم على اللبس بنضارته، بالحزام، بالنضارة، بالحلق، بكل حاجة، بالجزمة، بالشنطة، بنتكلم على الطقم الكامل. طيب خلينا نروح لأستاذة شهيرة. عايز أتأكد بس حضرتك لسه معانا، سامعانا كويس صح؟ ايوه سامعاك. طيب ايه اللي ممكن يكون ناقصنا او ان احنا نكون بنعمل ده دلوقتي او على الطريق ده، انه يكون عندنا عدد كبير من مصممين الازياء اللي يعني بيقدموا حاجات كتير في السوق المحلي وممكن بعد كده كمان يطلعوا للسوق العالمي؟ الخط قطع، سوري لسه حالا قطع. حضرتك سامعاني كده؟ الو. طيب على ما الصوت بس يظبط. سامعاني؟ ايوه كده رجع. بكلم حضرتك على ايه اللي ممكن او المرحله اللي احنا فيها دلوقتي من فكره ان احنا يكون عندنا مصممين بيقدروا يقدموا حاجات حلوه قوي للسوق المحلي ويقدروا كمان يطلعوا او ينافسوا للسوق العالمي. انا طبعا مش مصدقه اللي بيحصل دلوقتي في مصر، فخوره جدا وسعيده جدا، لان زي ما كنت بنحت في الصخر عشان نقول ان احنا ممكن نطلع صناعه محليه حلوه، عندنا الخامات، عندنا الاقطان والكتانات، الذهب بتاعنا. انا كنت قاعده مستنيه فارغ الصبر اليوم ده. طبعا عندنا حاجات، احنا شبابنا حلو جدا ويعني فعلا فخوره بيه، هيوصل اماكن كبيره ان شاء الله، نديله الفرصه يعني. طيب في الصناعة دي عموما يا أستاذة شهيرة، في صناعة الأزياء، أنا مثلا من فترة كنا فتحنا الملف ده يمكن من 5 سنين، كان مثلا بيقولوا لا أصل مفيش زراير، التفاصيل بتاعة اللبس مش عارفة، موضوع الحاجات الخاصة بالخياطة، في بعض الحاجات اللي مش موجودة، في بعض الحاجات اللي محتاجين نصنعها علشان تبقى لما يكون في مثلا قطعة ملابس تبقى بالكامل صنع في مصر، ما يبقاش فيه ولا جزء منها بسيط مستورد وبالتالي سعرها يبقى كويس، ما يبقاش فيها حاجه مستورد. هل لسه عندكم نوعيه دي من المشاكل كمصممي ازياء؟ احنا بنعمل كل حاجه محليه، من الزرار للسوسته للفستان القماش، من الجزمه للشنطه، البرنيطه، الاشارب، نعمل كله محلي، وبنلاقيه مصنع زراير رهيب، عنده كميه اشكال بينافس بيها في ميلانو وبينافس فيها في دول او اجنبيه كتيره قوي. فلا هي انتوا كنتوا بتتكلموا في موضوع الاسعار ده، وانا عندي ملاحظه اقولك. احنا الخامات موجوده، مش انها مش متوفره، القطن موجود والكتان موجود، هي المشكله في الجوده ممكن اقول، لان لما بيوصل لك قماش خام وبتصبغيه بيظهر عيوب في النسيج، ما بتتصبغش معاكي، بتضطر تركني جزء كبير منه، بيظهر مشاكل في الطباع، القماش مورود، القماش تركني جزء كبير منه، فتالف بيطلع كتير جدا عشان مفيش جوده كويسه. وانا مبسوطه قوي بالحكومه دلوقتي داخله في موضوع الجوده ده، عامله مجهود قوي الحقيقه، يعني القطاع العام ابتدى يتحسن وفي تحسن جامد في موضوع الجوده. ان شاء الله نوصل يعني. ان شاء الله. أنا هستأذن حضرتكم بس هنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. طيب احنا بنتكلم على فكرة الموضة، خلينا برضو ندي شوية كده أفكار للي بيشوفونا، سواء المصممين أو حتى اللي بيلبسوا، يعني اللي بيصنعوا واللي هيلبسوا. على إيه أخبار الموضة دلوقتي؟ أخبار الموضة دلوقتي رائعة. إحنا بندعوكم إنه هتتفرجوا لايف ستريمينج، يعني هيبقى أثناء العرض بيوزع على يوروفيجن، على وإنتوا هتبقوا معانا إن شاء الله. هنتفرج نشوف المصممين المصريين من أول الريدي توير اللي هو ملابس الصباح لغاية ملابس المساء، مرورا بالاكسسوارات، كل مصر تقدر تقدم ايه، الشباب المصري. لكن يعني الحقيقه
انه الشباب ده بيعاني من عدم وجود اماكن للبيع، لانه تكلفه سعر المتر الايجار لاي فرع من الفروع بقى شغل. بس ناس كتير بتعرض اونلاين دلوقتي، فهنيجي في فتره محتاجين يبقى لينا حضور ووجود. يعني بنتمنى عمر افندي خزندار اللي موجود في المنطقه الاثريه المصريه اللي في اول الازهر يتقلب، هو اصلا ديزاين بتاعه زي لافايت، يعني هو ديزاين العمل الديزاين بتاعه هو الاركيتكت اللي عمل لافايت. يعني سلمونا مباني زي كده جوه وسط القاهره علشان الشباب يقدروا يعرضوا فيها فيبيعوا بسعر كويس، لان هو مش هيبقى متكلف. حضرتك تقصدي كده؟ انا اقصد ان انا ادعم الديزاينرز انه تعالى اول سنه مش هدفعك ايجار، تعالى جهز انت المكان وضبه، يعني اصرف عليه فرنتشر واعمل منظومة البيع بتاعتك. انا بجدد لك مبنى حلو وحسبت انه احنا قادرين على البيع باسعار منافسة بموضة جميلة، ودونا في العاصمة الادارية مكان، ادونا في العالمين مكان، ادونا في وسط القاهرة في المناطق الحيوية في التجمع، المباني اللي خاصة اللي الدولة بتستثمر فيها، خلوا في مكان لكل المصممين عشان هيقدروا يعرف. طيب. ان المولز غالية على الديزاينرز. طيب. بس بس والله يعني طبعا المولز غالية جدا على الديزاينرز وعلى الشباب وكده، الإيجار صعب والمكسب وكده والدنيا يعني مش أسهل حاجة لكل الناس، بس فكرة الأونلاين بتبقى بديلة إلى حد ما دلوقتي. فكرة البازارات اللي بتتعامل كل بيبقى فترة. في بازارات مخصوصة للشباب بأساميهم، بس مش ستادي. يعني لما طبعًا. يبقى في فرع بيبقى عنده مواعيد بيع، زي مدام شهيرة مثلا هي معانا، عارفة إنه أول مارس بتنزل الكولكشن الصيفي طبعًا. في أول سبتمبر بتنزل الكولكشن الاستمرارية لا حاجة تانية الفروع دي أكيد. مين اللي بيحرك التاني؟ يعني يجي يقول لك مثلا احنا شفنا تقرير في لبسنا أو لبس المصريين عبر التاريخ في الحقب الماضية والحالية، وبعدين حد يجي يقول لك لا بس الذوق دلوقتي مش أحسن حاجة، لا بس أصل هم المصريين كانوا بيلبسوا مثلا في الخمسينات احلى، لا في السبعينات احلى، لا في الثمانينات احلى. هو مين اللي بيحرك القصه دي عموما؟ بصي احنا كنا شيك قوي قوي فعلا. يعني ما نقدرش ما نقولش كده ان زمان كانت الواحد كان الموضه احلى واشيك وكده. اللي بيحرك الموضه الديزاينرز والستايلست في العالم. الديزاينرز لما بيعملوا حاجه والستايلست او منسقين الشكل لما بياخدوا من الديزاينرز ويلبسوا السليبرتيز الحاجات دي، فساعتها الناس بتقلدهم. انت بتحبي مثلا حد معين مشهور فبتشوفي الصور، لان هي السوشيال ميديا دلوقتي الناس كلها فاتحه الموبايلات وبص على التليفون بتبص ايه اللي بيحصل وكده. مناسبة كلامك مثلا يعني زمايلي عارضين مثلا صور انا مش شايفه قوي يا مصطفى، بس اعتقد دي حاجات كان في صوره لفاتن حمامه، كان في صوره الفنانه شاديه، كانوا بيقولوا وقتها هي تلبس حاجه مثلا فاتن حمامه البنات في مصر كلهم يلبسوها. معرفش تلبس ايه كل هل ده موجود دلوقتي ولا لا؟ الاختيارات بقت كتير. لا موجود، بدليل ان المطربين الرجاله او البنات او السليبرتيز لما بيعملوا حاجه في شعرهم، لما بيلبسوا حاجه كل الشباب بيقلدوهم، كل البنات بتقلدهم، فهي دي حاجه مستمره فوريفر، ان احنا بنقلد المشاهير وكده، لان احنا بنبقى شايفينهم معجبين بيهم، شايفينهم قدوه. عشان كده لما حد مشهور بيعمل حاجه ما بنلاقيهاش انها مناسبه، بتبقى بالنسبه للناس خايفين، لان لو ابني بيحب ده قوي فهيشوفه قدوه فهيحاول يقلده فهبقى قلقانه. فطبعا لا هي مستمره ان احنا بنعمل كده، مع اختلاف بقى الذوق ساعات فاتن حمامه وسعاد حسني وكده، الموضه بتتغير طبعا. الناس كلها بتحب الموضه برضو بسبب السوشيال ميديا، الناس كلها مطلعه، البنات والولاد دلوقتي كلهم بيحاولوا يعملوا كل حاجه موجوده يعملوها، من اول الرموش، الشعر، اللبس، التقليد طبعا. طيب استاذه شهيره، هو زي ما بتقول مي، يعني هل احنا حتى كمصممي ازياء احنا بنشوف بره بيعملوا ايه وبعدين بنبتدي نعمل زيهم، بس يعني شويه مع شويه تعديلات عشان تناسبنا، ولا لا احنا كمصممي ازياء مصريين ممكن احنا نطلع موضه خاصه بينا؟ هي احنا للاسف دايما بنقلد الغرب، وده لازم يقف،
لان انا شايفه ان الموضه دايما بتعكس الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه بتاعت اي مجتمع. مثلا في فرنسا وقت الحرب مثلا شانيل عملت كله كيكي عشان ما كانش فيه مصانع تصبغ، ما كانش فيه، هي دايما بتعكس الحاله البلد. طبعا احنا بنتكلم ايام سعاد حسني وفاتن حمامه، دي كانت ايام الستات برضو نزلت كانت مرفهه والحياه كانت ابسط. النهارده المراه العامله مطلوب منها كتير قوي، بتعمل 5 شغلانات في وقت واحد، فلازم تبقى عمليه اكتر، والموضه لازم يعكس كده، واحنا لازم نبقى فخورين بالهويه بتاعتنا، لان مش لازم نقلد الغرب، مش ماشي مع حياتنا واجتماعياتنا وظروفنا. فحلو قوي ان احنا يبقى عندنا الهويه بتاعتنا، والديزاينرز كلهم يبتدوا وبرده بحسب الموضه واللون والعالم، ما نبقاش منفصلين لوحدنا. مزبوط. يبقى كله ان كونكتد مع بعض. طيب كل بلد بتميزها حاجه، يعني كل يعني. كل كل خط او بيت ازياء فرنساوي ايطالي انجليزي بتلاقي كده الماني، بتقدر تعرف يعني تشوف مثلا قطعه كده تقول من غير ما تشوف اصلا البراند ايه، تقول دي فرنساوي دي ايطالي، لا ده الحركه دي يوناني. احنا في مصر لما بنيجي نصنع ازياء، الهويه بقى هويه اللبس نفسه بتكون ايه؟ احنا يعني عندنا كميه تراث رهيب، مش معقول التراث ده يتدفن مع مثلا القدماء المصريين. ليه تراثهم يتدفن معايا؟ ده سابوا لنا حاجه يعني مش ممكن، لا نهايه من الديزاين. ليه ما ناخدش ده ونطوره ونعيش بيه النهارده للحياه العمليه المعاصره؟ انا شايف ديزاينرز كتير يا شباب مطلعين شغل حلو جدا في الشغل الفرعوني يعني، وطبعا مليان التلي يعني ما بتقتصدش بس للقدماء المصريين، ده عندنا تراث مهول. يعني زي ما حضرتك بتقولي، يمكن في اي فاشن شو عالمي لما بتدخل استاذه ماري مثلا عارضه الازياء في كده الفستان الفرعوني اللي هو بيبقى شويه الكتاف كده زي ده، شويه كتاف عريضه كده ويبقى ليه شكل كده بالكوليه اللي هو ده مصر، يعني تحسي او بتقولي على طول انه المصمم ده مصري. لا مش المصمم ده مصري، لا هو اكشلي ديزاينر. زي يعني انا مثلا سنه 98 او 99 فوجئت انه ديار عايزين يعملوا ديفيليه عن الحضاره المصريه، بيعملوا كده كتير، وبعتولي يسالوا نجيب التلي منين. انا كنتش اعرف التلي اصلا، انا اتكسفت جدا ان انا شخصيا معرفتش ان في حاجه اسمها تلي في الصعيد، فبدات جبت التلي واديت لهم جون جاليانو كان وقتها الديزاينر، وكانت كريستين لوفافر هي الايجنت بتاع ديور في مصر، فقالت لي ماري انت اكتر واحده تعرفي ايه التلي، فشكرا على المعلومه ونستنى احنا كمان. بس سلمتهم التلي وجون جاليانو جه عمل ديفيليه في الاوبرا المصريه. بعديها انا لما تم دعوتي في باريس في 2008 للفاشن ويك جبت التالي وقعدت صياغته، قعدت صياغته ازاي، قلت مش معقوله الستات في الصعيد بيشتغلوا التالي على التل فقط، ده هم بيطرزوا. انت عارفه الحكايه اصلا ان نابليون جاب من الهند في طريق الشرق، جاب الخيوط الحديديه اللي الهنود بيشتغلوا بيها وادوها للستات في الصعيد، اشتغلوا التل اللي اسمه تل قطن اسمه تلي، والسيدات بقت تستوحي التصميمات من جداريات المعابد. الله. فانا فوجئت ان انا في ايدي في حاجه رائعه وعرفنا ده منهم من هناك، بس طورناه يعني غيرنا، بقينا نشتغل على الكتان تلي، بقينا نشتغل على الكشمير الصوف، بقى ممكن تلبسي بالتو كشمير صوف عليه تلي، تلبسي فستان سواري كان هو اشارب وقماش التلي. طيب. ده بالذات يعني العالم كله بينبهر بيه لان هو معمول بالخيوط اللي هي الفضه دي، ودلوقتي بيبقى ساعات ذهب كمان، والديزاينز الفرعوني كلها علشان كله صناعه يدوي يعني، بس في احدى المحافظات يعني التلي. بس انت عندك سيوه ليها ديزاينز معينه مختلفه، عندك العريش. ده اللي انا كنت عايزه اقوله انه الهويه المصريه في التصميمات كل محافظه ممكن يبقى ليها البصمه بتاعتها وتتعامل بشكل حلو وبشكل مودرن وفي نفس الوقت. الحركه اللي بداناها من مصر من 2008. احنا مع حضرتك يوم الجمعه
ومي كمان هتكون معانا وممكن نكمل كمان الملف ده الاسبوع الجاي بعد ما نتفرج كمان على العرض. بشكركم شكرا جزيلا. هو الزوم فصل، فبشكر الاستاذه شهيره فهمي مصممه الازياء، بشكر كمان الاستاذه ماري لوي رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، بشكر مي جلال مصممه الازياء وخبيره الموضه، شرفتوني وشكرا لك. كمان بشكر حضراتكم، ان شاء الله اشوفكم بكره ودايما التقي بكم على خير. ثانك يو.